سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ اليوم سأخبركم يا أصدقائي عن 5 حيوانات لا تتسبب بموت أحد، بل إنها هي من تقتل نفسها بنفسها. عند معرفتها ستصابون بالحيرة والدهشة، لهذا احرصوا على مشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية. عنكبوت لينينتوس. تستطيع الأم أن تتخطى كل الحدود للحفاظ على حياة صغارها، كذلك الحيوانات أيضا لديها نفس هذا الإحساس. فأنثى هذا النوع من العناكب التي يتم الحصول عليها في المناطق الصحراوية تكون مستعدة للتضحية بحياتها وإطعام نفسها لصغارها عندما ينفد الطعام، وبعد ذلك يأتي الصغار ويأكلونها، وبهذه الطريقة تضحي الأم العنكبوت بحياتها لتسد جوع صغارها. نمل البورنيو. توجد هذه السلالة من النمل بندرة في العالم، وعندما يهجم حيوان عليها فإنها تقاتله، ولكن عند شعورها بالهزيمة وبأنها لن تستطيع الانتصار عليه فإنها تقوم بطي نفسها كالقنبلة، والسائل الذي يخرج منها بسبب هذه الحركة قادر على إبعاد الفريسة من هذا المكان أو التسبب بالشلل لها، وهكذا تضحي هذه النملة بحياتها لتنقذ حياة عشيرتها وباقي النمل. الأخطبوط. تضع أنثى الأخطبوط البيض مرة واحدة في حياتها، والتي يسميها العلماء الحيوانات ذات الولادة الواحدة، فعندما تضع بيضها تظل بقربه حتى يخرج الصغار منه، وحتى يتم ذلك فإنها لا تبتعد عنهم ولو لثانية واحدة، وتستمر على هذا الحال لمدة 10 أشهر، ولهذا فإنها وبسبب عدم الأكل تموت وهي ترعى صغارها، وترحل تاركة صغارها يعتمدون على أنفسهم بعد موتها. نحلة العسل. عندما تلدغ النحلة أعداءها فإن الإبرة التي تلدغ بها تنقطع من جسمها وتبقى متصلة بجسم العدو هي وكيس الدم، وبسبب هذا الضرر فإن النحلة لا تستطيع البقاء على قيد الحياة، وتتسم هذه الإبرة بقوتها وصمودها حيث أنها تظل تنشر السم في جسد العدو حتى بعد انفصال النحلة عنها وموتها. سلمون شينوك. تبدأ حياة هذه السمكة في المياه المتحركة ثم تذهب للعيش بعد ذلك في المياه الراكدة، وعندما يحين الوقت لوضع البيض يتوجب عليها العودة إلى المياه المتحركة، لأن بيضها يكون آمنا فقط في المياه المتحركة، ويكون هذا هو آخر أعمالها لأنها تموت بعد ذلك. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.